كنت كان في واحد مثلا طالب يقول لي مثلا عايز ادخل طب، انا عايز ادخل صيدله، عايز، فبقول له ليه؟ فيقول لي مثلا اصل عمي ابويا خالي. اقول له طيب بص، انت خد كل اجازه صيف وانزل اشتغل مع عمك في الصيدليه بتاعته، انزل اشتغل مع خالك ده في العياده بتاعته، ساعده، اقعد اتفرج عليه، اعمل اي ناوله اي حاجه، انما شوف الشغل ده شكله ايه قبل ما انت تقرر ان انا عايز ادخل الكليه دي، حتى لو ما خدش تريننج ان شاء الله، حتى لو قريبي، بس اعرف الحاجه دي فيرست هو هاند، شوفها بيبقى بعينيك. مبهر شوية في الأول بالنسبة لهم إن هو واقف في الصيدلية بقى وشايف إن هو بيتعامل معاملة دكاترة وكده، فبيبقى بس في مبهر الاول، شوية. في الاول في لغايه الأول لما يلاقي ان الموضوع هتكمل بقى بقى في ده؟ أنت هتكمل في ده؟ طول حياتك هتكمل في ده ولا لأ؟ بالظبط. انت عايز تقعد هل لك أنت ثلاث شخص شهور ولا حاجه روتيني؟ بالظبط، ما هو ده بقى اللي بيعرف، يعني حضرتك لما بيقعدوا مع الكارير كوتش بيعرفوا انت شخص بتحب الروتين ولا انت شخص ما تعرفش تعيش في روتين قوي، فمحتاج الحركه، محتاج ان انت، هو طبعا الروتين ده مهم، بس انا قصدي هل بتعرف تقعد في مكان ثابت ولا لا؟ تحب الحركه ولا لا؟ الحاجات دي كلها بتعرفه اذا كان يقفل باب المجال ده ولا ما يقفلوش، يخليه موجود. دي دي مهم مهمة جدا، مهم، عندك حق، لان عندك حق. هيقعد نفس الفتره 7 سنين بعد ما يتخرج، من 5 7 سنين والله، بعد ما يتخرج عمال بيكتشف كل ده، لما بالظبط، توفر على فأنت نفسك الوقت بتوفر ده. عليه.